السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناه شوبير ديزل. كما قلنا لكم يوم الامس انا ما تفرجش في المباراه، نكذب عليكم ما تفرجش في المباراه، ما شفت المباراه. بعد عاودتها تعاودها اليز تعرف شحال السكور، راك عارف وين تماركينا وين تماركاونا، يعني تعاود تفرج تشوف على حساب يعني المعرفة تاعنا غير شوية برك، حنا ما نعرفوش. حنا كون جينا نعرفوك وأمنا مشاكرة، لي يعرف كاع أمن مشاكرة، ولي يعرف كاع مأمن بلي هذا أونترينر، بلي أونترينر كبير، كاع يعرفو، لي يعرف، هذه هي. حنا ما جيناش نعرفو، كون جينا نعرفو، كون فقنا بلي هذا مدرب كبير ورانا رايحين الكوب دي موند. حنا ما فقناش، كون الأولى كون فقنا. النقطة التي لم أجد لها تفسير، تفسير حقيقي، ماذا يرى بالماضي في رمزي زروقي ونحن لا نرى فيه، يعني الحاجة اللي يشوف فيها هو والحاجة اللي أنا نشوف فيها إحنا، وينها الصحيحة؟ وينها سبحان الله؟ عاوديها وينها؟ هاو قولوا لنا وين الحياة الصحيحة والحياة المليحة اللي احنا. انا نقول لك باللي انا من بعد سمعت باللي اياكس امستردام على طردوه. انا واحد خطر وليت نضحك، شفت انا ذاك المخنث قال لهم عاجل توتنهام تخطف موهبة النجم المنتخب الوطني رمزي زروقي من اجل بروجي سبورتيف. على بالنا داوى راهم يتباكاو عليه، يعني واش راه يشوف زروقي ونحن لن نرى فيه. الجميع المباريات التي انهزمنا فيها كانت بسبب خسارة معركة الوسط، وغالبا وين نواجه منتخبات من أدغال إفريقيا في كل مرة نجد زروقي تائه، صراعات ثنائية غائب تماما، تمريرات يعني قطارية، لا يوجد قط وين قطع الكرات غير متوفر. شو هو لعب مباراة واحدة برك؟ زروقي لعب شوط واحد دوزيام ميطو امام بوركينا فاسو في مراكش، من فماك زروقي مكاشي، يعني غير من الكرات وغير متوفر، يعني قطع الكرات وغير متوفر، ربط بين الخطوط غير موجود، فقط سلم واستلم، تمريراته كلها يعني اما الاطراف على اليسار او اليمين، لا يوجد تمريرات بين الخطوط، حتى تمركزه يعني وين عشوائي في الكثير من الأحيان. بهذا المستوى استحالة أن يعوض زروقي مكان عدلان قديورة. بصح ما نبقاوش نبكو على عدلان قديورة، وعلى ما نجيبوش واحد خير من عدلان قديورة، وعلى ما نجيبوش واحد خير من هذا. هاك تشوف صبنا بن طالب، بصح مازال ما صبناش واحد كيما في غولي، مازال خاطش ما خدمناش. هذه هي يعني لهذا السبب وين تخلت عنه مدرسة اياكس امستردام بسهولة، لانه لم تجد فيه خصائل تناسب مركزه. المشكلة هي ان المدرب بالماضي يعتبره قطعة اساسية لا غنى عنها، وهذا الامر كارثي جدا، لان الوسط مكشوف تماما، مكشوف تماما. ملاحظة وين بالك مقبل وين تكلمت وانتقدت اشيو، انا وين انتقدت اشيو يعني في مباراة اننا كسبنا وسط ميدان مستقبلي كنظرة مبدئية فقط، لكن قال إلى الآن لم يقدم 10% مما يجب عليه القيام بها، عليه أن يتطور ويتحسن كثيرا في نقاط وجوانب عديدة قبل أن يكون ركيزة في المنتخب، وإلا فإن المعضلة التي سنواجهها عويصة. أتمنى من هذا من هذا المدرب يتدارك هذا الشيء في القريب العاجل. ما كاش يا جماعه، ما كاش والله ما كان قاعد. انا نقول لكم
والله ما كان كاع. نقول لكم الى تنجموا دروك هذا المدرب، ماشي غير اليوم رانا نقولوا له لازم عامل وعامل كبير ينتظرك، هذه نورمالمون هو كو عرفها، بصح هو ما خدمش في 8 اشهر، جاب لكم 7 في جوان من بعد طردهم، بعد جاب لكم رزق قال لكم ما نحطوش تحت الضغط، خاطش رزق برك قال لكم ما نحطوش تحت الضغط، من بعد جاب لكم لاريبي لاريس، هذاك اريس هذاك داره 3 هو ما يلعبش عمرو اللي يلعب 3 اول مره، اه فهمناش والله ما فهمنا كاع، ما فهمناش وين العمل كبير وكبير ينتظر، ينتظر من اجل اعاده بناء منتخب جديد، لكن ليس مع هذا المدرب، هذا المدرب والله تجيبوا له البرازيل الى ولات اثيوبيا تربح البرازيل، لا ما على بالكمش مستوى بعض اللاعبين الاساسيين الذين كانوا في السنوات الاخيره اعمده المنتخب يطرح عدد التساؤلات، فمنهم من اصبح لا يملك حتى مستوى التواجد في دكه الاحتياط لتدعيم المنتخب بلاعبين جدد، واعاده هيكله المنتخب جدا يعني مهم في الوقت الحالي، خاصة أننا نملك الوقت كافي، يعني ما تشوف دروك كنا نقول لكم أنا مي قلت لكم يا جماعة لازم هذا المدرب اللي با يقعد صح وبا يخدم لازم يقعدوا 3 في ليكيب، 3 ماندي بن ناصر ومحرز 3 وعندي واحد يقول لي انت ماك عارف والو، واحد صح انتم تعرفوه، انتم دي قرون تعجبوني على بالكم مي تنتقدوني دي قرون، نبدا نضحك انا يا با انا والله نبدا نضحك، انا والله لا نضحك عليك، انا امنوني بالله لا نضحك عليكم، واحد يقول لي انت يكتبوا لك في ورقه، واحد يقول لك واه نكتب بروحي انا، هي لا ها ستيلو ها الورقه نكتب بروحي راك غلط، والله لا نكتب بروحي، والله لا نكتب بروحي، والله لا ندير ارقام وندير منا نديرهم بروحي، والله لا نكتب بروحي، هما لا وين راهم، هما لا وين ندير ارقام ندير خطه كيفاش لعبوا كيفاش نخلط هادي قال خويا والله مكن لي يملي عليا ولا يقول لي شا تهدر ولا شا تقول ولا غلط، والله العظيم لا فكر نواجهك وكيما تبغي من 2019 الى 2021 اعتمدنا على نفس 22 اعتمدنا على نفس الاسماء وضيعنا عامين يعني من نقولوا باللي ربع سنين 3 سنين من اجل تسديد خطوه يعني بخطوه نتيجه خروج من المجموعه كاس افريقيا زائد فشل في بلوغ المونديال بعد الخساره ضد الكاميرون، ما زلنا نسير في ذات النهج وضيعنا 8 أشهر أخرى من أجل تهدر ضيعنا عامين، وكي تهدر عامين نقولوا بلي 2019-2022 ضيعنا، زيد دروك فانيك رانا في 8 أشهر رانا نضيعوا في الوقت، دروك مدرب لي مدرب خيارات تاع مدرب قالك العريبي كيما بنزيما، يا ودي ما تجبش بنزيما قول كيما قول كيما قول كيما سليماني ولا قول كيما السوداني ولا قول كيما بونجاه، لا تروح لبنزيما لا شداك البنزيما، تا انت مدرب شداك البنزيما لا تروح لبنزيما، العريبي كيما بنزيما، انت علاه قلت لك بلي انت راه راك غلط ولا راهم مغلطينك بلي ما نعرفوش بولا ولا بالك مين جيت انت ولينا نعرفو بولا. بالك مين جيت انت ولينا نعرفو بولا، بالك انا تبان لي بلي انت راك تخمم بلي كي جيت انت ولينا نعرفو البلوطة البلوطة ولينا نعرفوها، بالك انا تبان لي بلي انت تخمم كيما هاك الشيطان، هاودي ما كان والو ما عندك والو ما عندك والو، هنا خطة تاع 2019 تلعب بها 2022 راهي تكمل 2022 راك تلعب بها، جايب لي العريبي العريبي تقول ديفونسي هذيك اللقطة اللي خرجها، ما
اش كنت ندير بالك كنت نشعل فيكارو ولا كنت نهضر مع واحد شتاش هذيك اللقطه انايا حيت تم بعد ما عاود بارتي في غرضي في غرضي عاود تا مليح 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 هي زاستراج خرا بيت ولي هولندا اك هولندا تا هو هولندا اشترى مرسي خرجها كيما كرا مرسي خرج كيما كرا لقطات كيما مشي انت تدي ولي ديو احسن احسن لاعب في الدفاع مع المالي هو العريبي احسن مدافع شيطان صاحبي واك رايح